Ok, cominciamo allora, Ale. Ok, إن شاء الله نبدأ دكتور هاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diamo benvenuto a tutti i volontari presenti con noi oggi. Abbiamo il piacere e l'onore di avere oggi con noi in questa occasione, l'occasione in cui condividevamo delle riflessioni, in cui condividevamo delle riflessioni appunto spirituali. Insieme avremo l'occasione, inshallah, di avere il dottor Hani al-Banna. Il dottor Hani al-Banna è una persona che non ha bisogno di muqaddimat o di presentazioni, fondatore di Islamic Relief nel 1984, ha dedicato l'intera vita al lavoro umanitario, ha dedicato l'intera esistenza a dare aiuto a chi aveva più bisogno di lui. Oggi presiede il World Humanitarian Forum, che è quell'ombrello all'interno del quale ci sono diverse organizzazioni umanitarie islamiche. Quindi cerchiamo di sfruttare, inshallah, questa occasione oggi. Qualsiasi domanda avete la possibilità di farla direttamente in arabo o in inglese, se ne avete la facoltà. Qualora preferite fare le domande in italiano, inshallah, prendete la parola, fate la domanda in italiano e il sottoscritto la tradurrà a dottor Hani in arabo o in inglese, inshallah. Ok? فبارك الله فيك اولا نود ان نشكر فضيله الدكتور هاني البنا لحضورك معنا اليوم ان شاء الله جزاك الله خيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب هذه الاوقات في ميزان حسناتنا جميعا وان يتقبل منا جميعا كل ما نفعله وان يجعل كل خطوان ان شاء الله لوجهه الكريم ولرضاه فبارك الله فيك لوجودك معنا دكتور هاني وان شاء الله تتفضل مشكورا وزي ما كلمنا المتطوعين ان شاء الله سنفتح بعد مداخلتك سنفتح ابواب الاسئله ان شاء الله وتفضل عربي ولا انجليزي عربي ان شاء الله الحمد لله رمضان كريم عليكم كلكم اجمعين ربنا يتقبل صيامكم وقيامكم وقرآنكم معلش عطل فني في الأسلاك الإيطالية عشان الكورونا موجودة عندكم أكتر من موجودة بريطانيا على العموم تقبل الله منكم كل شيء وجعلكم الفائزين الغانمين في الدنيا والآخرة أنا بكلم مع المستقبل فأنتم المستقبل
أنا بتكلم مع الحاضر فأنتم الحاضر، أنا بتكلم مع الشباب فأنتم الطاقة والرؤية والمنعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم مع جيل له روح تختلف عن أرواح الأجيال التي عايشناها من قبل. أنا بتكلم مع جيل عنده ثقافة تختلف عن ثقافتي وثقافة آبائي وأجدادي، لأن ثقافة متعددة ما بين أصالة الشرق وتقدم الغرب التكنولوجيا. أنا بتكلم معكم أنتم اللي أنا أؤمن بكل واحد فيكم وما يقوم أو ما تقوم به من أجل إسعاد الإنسانية. الله سبحانه وتعالى خلقنا كبشر من أجل رسالة خالدة لكي نعمر هذا الكون ونسعد كافة الخلائق، وجعلنا مسلمين موحدين لكي تسعد الخلائق كافة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. التطوع بالنسبة لنا أصبح بالنسبة لنا شخصيا ليس فقط شيء أن أعمله، بل أصبح فرض. يعني كيف يتحول التطوع إلى فرض لكثرة المشاكل التي تواجه العالم، المشاكل التي تواجه العالم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ثقافة وفي كل تاريخ. فأصبح العالم يصاب دلوقتي بمشاكل جمة في أماكن مختلفة، ولا نستطيع أن نجد لها الرجال أو الأخوات لكي يتصدوا لمثل هذه المشاكل. والتطوع بالنسبة لنا هو ليس مجرد ساعة أو ساعتين أو رمضان أو العيد أو جائحة الكورونا، أبداً. التطوع أصبح جزء من منهج حياة الشخص، الفرد، المسلم، الوطن والمواطن. أصبح رسالة كل واحد فينا لابد أن يؤمن بها، رسالة التطوع. التطوع أصبح مهمة لابد أن أنجزها، لابد أن أنجز رسالة التطوع في حياتي لكي أسعد كافة الفقراء والمحتاجين. التطوع أصبح هدف لي في الحياة، من خلال التطوع أستطيع أن أنا أنمي قدراتي، من خلال التطوع أستطيع أن أنا أتواصل مع الآخرين، من خلال التطوع أستطيع أن أنا أحمد ربي على ما أعطاني به ملكات وقدرات وإمكانيات، عندما أرى أخواني وأخواتي في كل مكان في العالم في حاجة شديدة وضنك شديد. أسأل نفسي من أنا وما هو دوري في هذا العمل، ولماذا أقوم بهذا العمل؟ أنا بقوم بالتطوع، أنا متطوع مع الإغاثة الإسلامية أو مع أي مؤسسة في العالم. أنا متطوع لأنني أحسن أن التطوع ده هو يعتبر روح تسري في جسدي، تقيم فيه دعائم الإيمان بالإنسانية وبخدمة الإنسانية. هي روح ورسالة ومهمة وهدف أريد أن أحققه من أجل إسعاد الآخرين. شايفين منظومة التطوع دي شكلها إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ القائم اللي بيساعد يعني على الأرملة والمسكين، القائم الذي يساعد الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر، كالرجل أو المرأة التي تقوم الليل والنهار طول حياتها، أو كالصائم الذي لا يفطر، أو كالإنسان الذي يصوم الدهر ليل نهار إلى أن يلقى ربه سبحانه. فدركم كهذا الرجل القائم على الأرملة والمسكين، القائم بالدعم المادي، القائم بالإعلان والإعلام، القائم بنشر الوعي، القائم بالمؤازرة، القائم بالدفاع عنهم. كل هذه الأشياء تتمحور في دور التطوع الذي تقومون به بإذن الله سبحانه وتعالى. تضربنا في العالم كله جائحة أو وباء عالمي اسمه كورونا، نتمثل فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بأنه يرسل مثل هذه الجائحة لكي يوقظنا من غفلتنا، وتأتينا هذه الجائحة في هذه الأيام المباركة لكي ترجعنا إلى حضرة الإمام مرة أخرى. فذلك وأنا متطوع وأرى إناس يموتون أمامي في إيطاليا أو خارج إيطاليا بالآلاف كل يوم، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعطاني الصحة والقدرة على أن
وساعد مثل هؤلاء في كل مكان وفي كل زمان. فالتطوع دلوقتي أصبح بالنسبة لنا علم. 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 علم يدرس. وأصبح لي مفاهيم ولي شخصيات ولي ثقافات ولي دراسات ولي استراتيجيات تستطيع أنها تساعد الناس في كل مكان كل زمان. فأنا أهنيكم 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 وأقبض على أيديكم وأشد على أيديكم أن تستمروا في مثل هذا العمل وتحولوا مسيرة التطوع إلى مبادرات وإلى مشاريع وإلى جمعيات وإلى مؤسسات وإلى إنجازات وإلى حلول لمشاكل جمة في كل مكان وفي كل زمان. فكنت أتمنى وأنا صغير أن أكون مثلكم، لكني تربيت مختلفا عنكم، وأنتم الآن تتقدمون عنا بآلاف الأميال الزمنية، آلاف الأميال الزمنية. من أنا كمتطوع؟ أنا كمتطوع لي هدف رسم البسمة على وجه الأرملة، كفكفة الدمعة عن عين يتيم، إرسال الغذاء والكساء لكل محتاج، نشر الوعي بين الناس عن الحاجة، عن الحاجة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فلذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على المعطاء المسكين. الذي يكذب الدين والذي لا يشيع حاجة اليتيم والمسكين والفقير. فأنتم هؤلاء الناس الذين تنشرون رسالة الخير بين أهل الخير لمساعدة المحتاجين والفقراء. حذاري أن نتهاون في منظومة التطوع، وحذاري أن نتهاون في فهم ثقافة التطوع، وحذاري أن نقعد وننشغل بالإنستغرام والشايفين ده الإنستغرام والآيباد والحاجات دي كلها، وننسى أنفسنا وننسى من كان هدفنا رسم البسمة على وجهه. التطوع هيكون يدخلنا في باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة لكم جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك ونحن نتذكر إخواننا وأخواتنا المصابين بالكورونا أو الفقراء والمساكين أو المرضى والعجزة أو الأيتام والأرامل إلى آخره، أو النازحين واللاجئين والمشردين والمغتصبين والهاربين والفارين والخائفين والمستعيذين بالله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأشياء إنما نتذكرها نحمد الله سبحانه وتعالى ونزيد وقت التطوع وجهدنا في التطوع وبذلنا في التطوع من أجل إنقاذ أنفسنا نحن. ونحن حينما نمد يد العون للفقير والمسكين إنما ننقذ نفسنا أمام الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي مثل هذا اليتيم أو ذي الأرملة وتدفع عنا سؤال يوم القيامة وتدخلنا بيدها الجنة. فمن يدخلنا الجنة في يوم القيامة أيها الإخوة ذات القوات؟ هؤلاء المساكين والفقراء والمحتاجين والمستردين إلى آخر. فذلك أنا بأهنيكم وسعيد جدا بأنني بتحدث معكم، وكنت أتمنى أن أكون معكم في إيطاليا حيث أنتم الآن أو في أي مكان في العالم، وأتمنى أن في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في رحلة أو في نشاط أو في سفر جميعا مع بعضنا البعض. فهنيئا لكم رمضان وهنيئا لكم التطوع وهنيئا لي أنا نفسي بأنني أتحدث معكم اليوم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك ونفع الله بك وأحسن الله إليك، جزاك الله عنا كل خير دكتور هاني. كلام دائما يخرج من القلب يصل إلى القلب، فبارك الله فيك وأحسن الله إليك. نفتح إن شاء الله أبواب الأسئلة لو حضرتك يعني بتأذن لنا. تفضل. بسم الله. ragazzi se ci sono delle domande إن شاء الله come vi ho ricordato prima potete effettuarle in italiano e poi le traduciamo a dottor Hani oppure potete farle direttamente إن شاء الله in arabo o in inglese a dottor Hani. Quindi chi ha delle domande إن شاء الله جزاكم الله خيرا تفضلوا.
ممكن دكتور هاني يشرح لنا أو يحكي لنا إزاي كانت الطريق في إن هو يعمل مؤسسة زي دي، يحكي لنا منين ابتدت الفكرة، إزاي قدر إن هو يوصل للمكانة أو للمرحلة اللي إحنا فيها حاليا. شكرا. طيب مش تقولي اسمك إيه وأنت من أنهي مدينة؟ أنا اسمي هاجر ومن مدينة الكومو من هنا في إيطاليا يعني، وفي مصر من المنصورة. من عندنا؟ منين في المنصورة؟ أيوة من المنصورة نفسها. من المنصورة نفسها. شارع سيد عبد القادر؟ ما أعرفوش. طيب خلاص ولا يهمك. شكرا. بدأنا بشيء بسيط دون التعقيد ودون تخوض في النظريات والاستراتيجيات والبحث والتنقيب، بالحق في البساطة وجدنا أن في مشكلة في شرق أفريقيا، في مئات الآلاف من النازحين اللاجئين خرجوا من إريتريا إلى السودان وداخل إريتريا نفسها. إريتريا في الوقت كان جزء من إيه؟ من إثيوبيا. وكان مناظر مؤلمة قاتلة طاحنة. الكلام ده كان في ايه؟ في 1983. ولقينا ان مفيش اي جمعيه للمسلمين تمثل هذا الجاليات المسلمه في اوروبا لكي تستطيع ان تقف جانبا الى جنب كل الجمعيات الاوروبيه الموجوده اللي هي تعتبر من جمعيات اما مسيحيه او لها توجه. كانت الفكره بسيطه جدا. أنا زرت في السودان فادوني حبة صور، دول اللاجئين اللي كنا في شرق السودان. خدت الصور، نزلت في مصر، قابلت أهلي، جمعت زي مجمع كده من أهلي 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه، جمعت 1500 جنيه، وكان منهم 20 قرش تبرع من طفل عنده 9 سنين ودلوقتي أستاذ في الجامعة عقبالكم، كان ثمن الشوكولاتة بتاعته. رجعت أكلم بعض شبابي بنعمل دكتوراه، كنا بعمل دكتوراه في الطب، كان زميلي احسان، دكتور احسان يعمل دكتوراه في ايه؟ في الكيمياء. قعدنا مع بعض نتكلم وقلنا خلاص يلا نعمل شيء. خطبنا خطبة الجمعة في جامعة برمنجهام، جمعية إسلامية، وجمعة تانية في جامعة أسفل في برمنجهام، وجمعنا 500 جنيه. زاد ال 1500 جنيه مصري، حطينا اسم، ما كانش اسم الإغاثة الإسلامية، وفتحنا حساب في البنك. لا كان عندنا مكتب، ولا كان عندنا موظفين، ولا كان عندنا تليفون، ولا كان عندنا فاكس، ولا كان عندنا اي شيء. كنا بنعمل ايه بقى يا شباب؟ كان احسان رجل، هو كان رجل الموقف لانه كان رجل عليه وقار السكينه ونقاء القلب ونقاء السريره، فكان هو الركيزه اللي بتجعلني اتحرك. كنا بمشي في الشارع كنا بنطبع الاوراق زي كده، كان في حاجه زمان اسمها آلة كتبة، كان زوجتي تقعد تطبع الاوراق معانا ونوزعها على الايه؟ على المحلات وعلى المساجد. ها؟ وكنت انا بمشي مع اخويا احسان من دكان لدكان، من مسجد لمسجد، من بيت لبيت، نوزع الاوراق واحنا ايه؟ واحنا متجوزين، واحنا كذلك بنعمل ايه؟ واحنا بنشتغل وكمان بندرس، يعني متزوج بشتغل وبدرس. ربنا بيبارك في الوقت، وربنا بارك في الوقت. هكذا بدأنا. كان كل المقر بتاعنا يا شباب صندوق على الحائط في مركز في برمنجهام، مركز ايه؟ اجتماعي. صندوق على الحائط، صندوق في المدخل، صندوق في قاعة الصلاة، صندوق عند المطبخ. انه كل اسبوع نروح نفتح الصندوق نلاقي فيه 5 جنيه 10 جنيه 50 جنيه نحطها ايه؟ في البنك الى اخره. كان شعارنا ان نساعد اللاجئين في افريقيا. عملنا هذا الامر، بدا المال ياتي من تبرعات بقرش وجنيه و50 قرش الى اخره. كان اجمل ايامنا ايام رمضان زي النهارده بالظبط. كنا بنعمل فيها ايه؟ كنا بنسيب زوجاتنا واولادنا وناخد عربيه نلف في باب بريطانيا من اول رمضان لاخر رمضان. العربية دي كنا كل يوم بنبيت في مدينة مختلفة، نوزع الأوراق
نتكلم مع المساجد ونجمع التبرعات. مثلا 85 و86 الى اخره. انت مسميها كارفان تور. من اجمل الايام. تخيلوا ان شخص يمشي ويترك اولاده وزوجته شهر كامل. وهو شهر العائلة وشهر الصيام وشهر البركة. فالاهل في البيت بيعانوا من عدم وجود الزوج. والاولاد كذلك. واحنا مع الشارع كنا بنشتغل. هكذا بدأنا. منتهى البساطة. منتهى البساطة. منتهى البساطة. فاوعوا تفتكروا المشكلة اللي حجمها الجبل لا تستطيع ان تحلها بإزالة حجر صغير من احجار الجبل. فما الجبل اللي هو نتيجة تراكم هذه الاحجار. وما الصحراء اللي نتيجة تماسك كل هذه ذرات الرمال في الصحراء. لتعمل الصحراء. فإن أردنا أن ندخل في مشكلة نفكر في الحلول البسيطة ونجزئ المشكلة لعشر أجزاء 50 جزء 100 جزء 1000 جزء لكي نستطيع أن نحلها. وإن أردنا أن نحل مشكلة في أفريقيا نجزئها لكي نستطيع أننا نحلها جميعا في كل الأماكن في أفريقيا. البساطة كان بساطة وكان التركيز وكان الإيمان. بساطة والتركيز والإصرار والإيمان. بساطة تركيز إصرار وإيمان. شكرا يا أختي. ألو. شكرا جدا يا عمو. شكرا. محمد بنسون ci sia c'è qualcun altro che vuole fare Ahmed Hussein che voleva fare una domanda in inglese. Ok, تفضل أحمد. أحمد ci sei? Ok. Mentre aspettiamo c'è un qualcun altro che voleva fare una domanda? Forse io. Ok, vai pure. Come ha fatto a trovare volontari nel resto del mondo? Non so se l'ha spiegato perché non capisco bene l'arabo, però era una domanda che mi interessava. Volontari nel resto del mondo, cosa intendi? Come ha fatto a trovare volontari nel resto del mondo? Quindi come si è espansa attraverso i volontari? Okay. Come ha fatto a espandersi come Islamic Relief, penso, partendo da Birmingham. Ok, كيف يعني الإغاثة بدأت من بيرمنغام وكيف عرفت أنها توصل لبلدان كثيرة في العالم؟ هو السؤال اللي كان كيف يعني دكتور هاني لقيت عرفت تلاقي متطوعين في بلاد تانية يعني. فأعتقد أنه الفكرة أنه كيف يعني الإغاثة كبرت ووصلت لبلدان تانية يعني في العالم. طيب شكرا يا أخي الفاضل. أولا اللي بدأوا في الإغاثة في برمنغهام كانوا كلهم شباب في المدارس الثانوية وفي الجامعات. أغلب من وقفوا مع الإغاثة 85 86 87 88 99 كانوا هم الشباب اللي هم زيكم بالضبط. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم إيمان الشباب أمثالكم ما كانت الإغاثة استمرت إلى يومنا هذا. ذا كان أول 5 سنوات في بريطانيا في برمنغهام كان الشباب. كنا نقعد نشتغل في كنا بنعمل إيه زمان؟ كان كل شيء باليد في الأظرف الجوابات في الأوراق نلف الأوراق عشان نحطها في الداخل بعدين نحط العناوين نلزقها على الإيه على الأظرف نجيب طابع البريد نلزقها على الأظرف. ما كانش فيه كمبيوتر ما كانش فيه انترنت ما كانش فيه سوشيال ميديا خالص. كان فيه ان نقعد بنستغل بذهننا وبايدينا كنا نخرج نوزع الاوراق دي على زي ما انا قلت قبل كده في الاماكن دي كلها. بالنسبه للاماكن الاخرى اللي احنا فتحنا فيها كنت انا الحمد لله لما كنت بسافر في أول التسعينات كنت بتفرج على خريطة العالم وبحلم عايزين نفتح مكتب في كازاخستان أوزبكستان باكستان طاجيكستان إلى آخره إلى آخره في أمريكا في فرنسا في بلجيكا في هولندا في إيطاليا في 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 في, في. كنت إيه الحلم ده كان كبير جدا. كنا احنا لسه صغيرين في السن في الثلاثينات من العمر. والحمد لله ربنا أكرمنا بأننا وجدنا شباب مخلصين. أنا بنزل مثلا فرنسا وبلجيكا وهولندا أسأل عن مين أنشط الشباب اللي موجودين هناك أقول له تعال أنت ممثل للإغاثة الإسلامية
في هذا البلد. منهم رشيد الحلم في فرنسا في باريس، ومنهم جمال زهري في بلجيكا، وغيرهم وغيرهم كتير. كلهم كانوا شباب، كلهم كانوا شباب، وكلهم تركوا المهنة بتاعتهم وتفرغوا للعمل الخيري الإغاثي الإنساني. كان الحلم كبير. بس انت ما قلت لي اسم الأخ ايه يا علاء؟ كان يا فرلاتو اسمه محمد. كان الحلم كبير يا محمد، هذا اللي اقول لك يا حماد. ان احنا عايزين لنا دور مهمه ورساله وهدف، كنا بنوصل العالم ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، وحددنا رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العمل الخيري والعمل التنموي والعمل الاجتماعي. في ناس متخصصين في العمل الدعوي، ناس متخصصين في العمل السياسي والاقتصادي والزراعي إلى آخره. إحنا كان تخصصنا العمل الإنساني الاجتماعي المجتمعي التنموي، فتخصصنا فيه. من أوائل الأشياء اللي خلت الأجازة تكبر في هذا الوقت الانفتاح على كل الناس. كان شباب عندنا، شباب يعني شباب زيكم وبنات متطوعين ومتطوعات، عملنا حاجة اسمها الدورة الرياضية للإغاثة الإسلامية. استمرت عشر سنوات. كان فيها كرة قدم، وكان فيها فولي بول، وكان فيها كرة طاولة، تنس طاولة. كان في حاجات كتير جدا، هو معارض وكذا وكذا. وكان يحضرها 7,000 أو 8,000 شخص، اغلبهم شباب. كان عدد فرق كره قدم، عشان احنا كنا ايماننا بالشباب من اليوم الاول، كان بيبقى من 120 ل 140 فريق كره قدم يحضروا من كافه مدن بريطانيا، من ابردين في اقصى الشمال لساوثهامبتون في اقصى الجنوب. فمن بدايه هذا العمل استطعنا اننا نكون يعني مركز يتجمع حواليه الشباب. يعني لذلك لما فتحنا احنا ابوابنا على الاخرين، ربنا اكرمنا، اصبح لنا شركاء ومعاونين ومؤازرين على المستوى الدولي. لما دخلنا من اول التسعينيات في قضيه البوسنه، كنا بنحضر كل الاجتماعات بتاعت الأمم المتحدة عشان نعرفهم من نحن وماذا نفعل ومن أين أتينا وما هي برامجنا. فلذلك بدأ العالم يتعرف على الإغاثة الإسلامية في أوائل التسعينيات وليس الآن. حينما حدث 11 سبتمبر في 2001، كان كل هذه المؤسسات تعرف من هي الإغاثة الإسلامية، فلم تصاب الإغاثة الإسلامية. لذلك الانفتاح مهم 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 مهم، وهذا اللي قال عنا ننتشر في كل مكان في العالم. تفضل، جزاكم الله خير يا محمد. السؤال الثاني. شكرا عليك. بارك الله فيك. ممكن أسأل؟ السلام عليكم دكتور هاني، شكرا جزيلا على مجهودك. وأنا حضرت إسلاميك ريليف في أمريكا، في سويسرا، في إيطاليا، وما شاء الله الجهد جميل، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. أنا بس لي سؤال، ليه ما يكونش جزء من الفند اللي بيجي يتعامل منه مشاريع صغيرة، يبقى في حاجة زي systematic funding من الداخل الجمعية نفسها، بدل ما يبقى كله من التبرعات، يبقى في حاجة دايمة ومستمرة على المدى البعيد. بس شكرا. طيب جزاكم الله خير. اسمك ايه؟ انا احمد حسين. احمد حسين، طيب بس احمد شكرا. طبعا السؤال بتاعك جميل ويعني محدد. انا بأنادي وكلنا بننادي اننا نبتدي نبني اوقاف. شايف الكوبري اللي وراك ده يا احمد؟ شايف البيوت اللي وراك ده يا احمد؟ ممكن تكون دي اوقاف، دي في هولندا دي ولا أيوة. في ايطاليا الدوره دي؟ في ايطاليا، في فينيسيا. لما تنظر انت في كل مدينه من مدن ايطاليا وتشوف اخواننا في الكنيسه كم الاوقاف اللي هم وقفوه من اجل الكنيسه،
الجامعات اللي في العالم كلها بما فيها هارفارد وأكسفورد ومانشستر إلى آخره وكامبريدج إلى آخره والسوربون وآخره، هتلاقي وراها أوقاف غير عادية بعشرات المليارات. فلابد اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي يكون في فكر الجيل بتاعك وانتو مع كل تبرع، اسمعي يا شباب، مع كل تبرع تاخده تقول للمتبرع أنا هاخد 2% أو 3% للوقف عشان بعد 20 سنة يكون عندي دخل ثابت يستطيع ان هو يخلي المؤسسة تستمر الى الاخر. فوانت بتجمع التبرعات علم المتبرع او المانح انه يقول لك، اقول له انا دلوقتي كل يورو هاخد منه 2% للوقت، تحطه على جنب تشتري بيه عقار، تشتري بيه ارض، تشتري اي حاجة يكون باسم الجمعية مش باسمك انت او اسم رئيس مجلس اداره، لا كل شيء باسم الجمعيه. لذلك احنا عندنا في على مستوى العالم يمكن 20 او اكثر من 25 مركز، مش مركز يعني عقار ملك للمؤسسه. دي نمره واحد. نمره اثنين، تحول مشاريعك اللي هو المشاريع المنتجه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عايز اقيم، يعني عايز اغني هؤلاء الناس، لن اغنيهم بالاطعام ولن اغنيهم بالكساء فقط، لابد ان انا اعمل مشاريع صغيره اللي انا مسميها المشاريع اللي اتكلمت عنها دي بالذات للارمله والمسكين والفقير علشان هو يستطيع انه او هي تستطيع انها يكون تعمل لها دخل. نمره اثنين. نمره ثلاثه، لابد ان اهتم باقامه الاسواق الشعبيه. الاسواق الشعبيه لو انتم بتروح، حد فيكم راح تركيا؟ ما اعرفش هي موجوده حتى في بازار في تركيا، وما اعرفش هي موجوده عندكم في ثاليا ولا لا، اللي بتبقى يوم السبت يوم الاحد والحاجات دي كلها. دي احنا عندنا بريطانيا بنسميها السوق المفتوح. السوق المفتوح ده بنعمل فيه ايه؟ البلديه عاملاه بتاجره بالطاوله، وتاجر الطاوله باليوم، لان انا راجل فقير كل ميزانياتي ما اقدرش اجر محل او كشك، لكن اقدر ادفع ايجار طاوله لمده يوم، ده راس مالي ابيع فيها اي شيء، اما مأكولات او ملبوسات او مفروشات او الكترونات الى اخره. فالثلاثيه دي او الرباعيه دي يا اخ احمد، اللي ما بين ان انا اقول من اول يوم انا عايز اعمل اوقاف، وكل الوقف ده جهاز يعني توجه استراتيجي لمده 20 او 30 سنه، وان انا احول مشاريعي جزء بيقدم منها لمشاريع منتجه صغيره، وان انا اهتم ببناء الاسواق الشعبيه لكي أحول كل مواطن إلى صاحب مهنة وصاحب عمل وصاحب دخل. وأنا موافق معاك 100%. الأمر الأخير اللي أنا كنت عايز أقوله، وده طبعاً هيكون محك كبير جداً، لأن طبعاً أما بتيجي كارثة من الكوارث، كارثة يعني فيضان، زلزال، الحرب في سوريا إلى آخره، أنا بجتهد وأقول إن أنا أخذ من مال الإغاثة 20-30% من الميزانية أبني بيها المجتمع المتضرر. يعني معناها إيه؟ أنا جالي لسوريا ولقيت لك مليون يورو، هقول للمتبرع أنا هاخد 200-300 ألف يورو، مش هجيب بيهم أكل ولا شرب ولا دواء ولا حاجات من دي، لكن هجيب بيهم إيه؟ هبني المجتمع المحلي اللي في المنطقة المتضررة دي لكي يستطيع أبناء هذا المجتمع بعد ما بني قدراتهم انهم ايه يكونوا كفاءات في المستقبل. ده فكره احنا عايزين نغيره، الاخ محمد واحمد والاخت اللي اتكلمت في الاول بس انا نسيت اسمها، اللي عندنا من بنها، عايز الامر ده يكون داخل في عقولكم انتم. اوعوا تصرفوا اموال الاغاثه فقط على الاكل والشرب. علموا المانح، قولوا له انا عايزين نستقطع جزء من اموال الاغاثه دي علشان نمكن الفقير وندرب العاملين في الجمعيات الصغيرة في داخل هذه الأماكن المنكوبة، وكذلك المحليات. ليه؟ لأن بعد الحروب وبعد الجوائح وبعد الكوارث الطبيعية بنبني المجتمعات مرة أخرى. لما نيجي نبنيها مرة أخرى مش هنلاقي فلوس نبنيها بيها، وهنعتمد على الدعم الخارجي اللي هو بيكون مشروط وبيضيع المجتمع. يبقى عندك أربع حاجات أثناء الكارثة، واللي هو الوقف والمشاريع الصغيره، والرابعه ايه هي الثانيه؟ والله نسيتها بقى.
يعني انتم موجود عندكم في الشريط تبقوا تشوفوا مره ثانيه. والاسواق الشعبيه. ذوق الشعبيه. شكرا يا اخ محمد احمد. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. في كم اسئله دكتور هاني؟ تفضل. اول واحد ان شاء الله. اوكي. هل كان في لديك معارضات في بداية هذا العمل او اثناء هذا العمل، وكيف يعني كان ردة فعلك على هذه المعارضات في بداية؟ واضح. كان طبعا ما فيش ثقة اول شيء. ليه؟ لان الجالية المسلمة اللي كانت لسه غريبة كان اغلبها عمال، جالية عمالية زي ما انت عندك مثلا في ايطاليا، جالية عمالية اسيوية تؤمن فقط بالحاجات التقليدية اللي هي بناء المسجد، الاكل الحلال، اللبس، الحجاب، الحاجات دي كلها. وخلي بالكم انا كنت مش باكستاني ولا هندي ولا 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 اسيوي. ايه اللي واقف في الشارع ده؟ هكذا بنقف في الشوارع، بنقف في الشوارع، بنقف في الشوارع نجمع تبرعات، صناديق كرتون. انا شايفين يعني ده شيء غريب، اللي كان كل همهم هم في الوقت ده يبني المساجد. ده كان عدم الصدق. خد سنين. دي نمره واحد. نمره اثنين اللي هو بعض الجمعيات اللي هي كان بتحاربنا علشان هي اما تاخد الفلوس عن طريقها او يطلعوا عليك كلام. يعني في بعض الدول اللي من ابنائها ناس كانوا في بريطانيا في الوقت ده يقول لك اديني الفلوس انا اعرف الناس واديها لهم. قالوا ذلك ليه؟ أنا لازم أدور. من أول يوم يا شباب كنا بندور على جمعيات موثوق فيها علشان تصرف الأموال بطريقة فيها كفاءة وفيها إنتاج. فبدأوا يطلعوا علينا إشاعات. خلاص؟ دول الحاجتين. الحاجة الثالثة اللي هو الخوف الثالث، إن المجتمع الكبير اللي إحنا كنا قاعدين فيه كان فيه تحدي. إحنا بنشتغل في مجتمع مسيحي زي أنتم مثلا في إيطاليا. وكان في الوقت ده من أنتم؟ من أنتم؟ محدش عرفنا. مخبرك. فدي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة إن الـ إيه اللي هياخدوا فلوس دول يودوها برا وإحنا فين إحنا؟ فكل الحاجات دي كنا بنواجهها بإننا ما نصطدمش بيها. لا تصطدم بأحد، لا تصطدم بأحد، لا تصطدم بأحد. تعرف كنا بنواجهها إزاي؟ أنا مش قلت إحنا كنا بنعمل العربة أو الكارفان ده اللي بنلف بريطانيا كلها. كنا بنروح لكل مسجد يعني في شهر رمضان، واحنا كنا سواء العربيه وشخص معاه، ننزل في كل مدينه 3-4 مساجد نكلم الائمه ويسالونا ونسالهم فيطمئنوا. في ما زال بعض الناس من الائمه هؤلاء يتذكروا الرحله الرمضانيه. وكنا بنبيت في المسجد شايفيننا شباب صغيرين طلبة جامعيين بنعمل دكتوراه ومعانا ونتكلم باللغة بتاعتهم ونستقبل أي سؤال محرج يجي لنا. وخلي بالكم يا شباب وإن احنا ساعتها أنا كنت طبيب، كانت الجالية العمالية الباكستانية تحت تشعر بالإيه أعوذ بالله مش أنا مش أنا يعني بقيمة المهنة اللي أنت بتمتهنها فيحترموك أكتر. ده خد مننا 5 سنين. خدنا قد ايه؟ 70 كده 5 سنين لغايه ما بدا يكون لنا شعبيه في بعض المدن في بريطانيا، لغايه ما اصبح عندنا مجموعه من المتطوعين يدافعوا عننا في كل مكان وفي كل ايه زمان في بريطانيا من 84 ل 90. فبدات الاغاثه. الامر الثاني زاد الثقه عندهم. حدث في 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 سنة 1987 فيضان في السودان، كنا احنا اول الناس وطلعنا طياره او طيارتين فيهم 500 او 600 خيمه. دي نمره واحد. حصل زلزال في ايران سنة 1990، كنا اول مؤسسه، وانا اقول للتاريخ حتى قبل المؤسسات الشيعيه عشان ما حدش يجي زاد علينا اقول لك شيعه وسنه اقول له انت فنكوش فنكوش كشكوش يعني جاب لك جني طياره. كنا احنا اول من اخرج نداء لمساعده الضحايا من زلزال ايران. فعام 1990 حصل فيضان في بنجلاديش، كنا احنا من اوائل الجمعيات
اللي كنا هناك نقيم العمل في 25 مليون بنغلاديشي عايشين فوق المية. لما قال بوسنا بقى كنا احنا مستعدين. فأصبح في مصداقية، مصداقية مبنية على كذا جزء. الجزء الأولي كنا بنذهب للمساجد نتكلم معاهم، ما نخافش منهم، ما نخبيش، ما عندناش شيء يعني مشين دايما معاهم. فكوننا في الخمس سنوات الأولى هذه القاعدة، وبعدين استجبنا لمشاكل دولية سواء كانت في السودان أو كانت في إيران أو كان في بنغلاديش أو كان بعد كده في البوسنة. وهكذا بدأنا. وما كنتوا في مكان يا شباب أول ناس تكلموهم هم الأهالي اللي حواليكم عشان يعرفوكم ودافعوا عنكم. شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا دكتور هاني. Penso che questa risposta sia stata molto 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 importante per tutti i volontari, perché questa domanda tanti di noi se la sono fatta e tanti di noi gliel'hanno fatta. E la risposta di dottor Hani, colui dal quale è iniziato il tutto, è stata direi più che diretta. Quindi se potessimo un attimo anche riassumerla nel uno, noi non dobbiamo mai nasconderci. Uno, noi non abbiamo nulla da nascondere. Due, dite sempre la verità. Tre, non avete paura, parlate con le persone. Così è iniziato. È iniziato parlando con le persone, non avendo paura malgrado i pregiudizi delle persone. Quello che diceva dottor Hani di fine anni 80, inizio anni 90 in UK è quello che noi o alcuni di noi hanno vissuto agli inizi, nel 2012-2013, quando c'era quella sfiducia generale, quando se ne usava quel dire sì, ma se arrivano veramente, ma cosa fanno, ma questo, ma quello. Avete visto come dottor Hani da solo negli anni 90 ha combattuto questo e ha creato quell'impero che oggi è Islamic Ready e che oggi noi conosciamo. Quindi se il nostro obiettivo deve essere quello di portare avanti questa missione che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato la possibilità di farne parte, ci ha dato la fortuna di farne parte, le ricette fondamentali ce le ha scritte e ce le ha descritte dottor Hani. Quindi mi raccomando, facciamo veramente tesoro di questa risposta e chiedo anche ai volontari, dato che non l'avevamo detto prima, se è possibile, carta e penna. Ragazzi, carta e penna e prendere appunti. Perché quello che ci dice il dottor Hani oggi, gli insegnamenti che prendiamo oggi, non è che li puoi imparare da altre parti. Non è che li puoi imparare raccontati da altre persone. Perché questo arriva direttamente da chi ha operato e ha fatto quello che sta raccontando. Quindi mi raccomando, munitevi di carta e penna e prendete appunti. Jazakallahu khairan, dottor Hani. كان في سؤال ثاني شويه بس اوكي. ما هو السر اللي يميز الاغاثه الاسلاميه عن الهيئات الاخرى؟ ما هو السر يعني التوفيق غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق حتى السر اللي خلى الاغاثه الاسلاميه تكون او تصل الى هذه الحجم العالمي الذي اكيد في منظمات اخرى جربت مرة أو أكثر من مرة ولكن لن تصل إلى هذا المستوى، فما هو السر؟ ما فيش سر، عشان ما أقولكش بس أصدقوا معاه بعد الملائكة أو ما عارف، لا، الأصل إن أنت تخلص في العمل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تؤمن بالعمل. نمرة ثلاثة، إن أنت يكون لك رسالة واضحة وهدف واضح محدد. يبقى الإخلاص والإيمان والتجرد والرسالة هم ده الأصل. لما بدأ نحن من 37 سنة ما كانش حد فينا بيتطلع لأي شيء أو مكسب مادي أو سمعة دنيوية، أبدا أبدا أبدا. لذلك نما العمل بين أشواك وصخور وصحراوات في أماكن مختلفة وبين صعوبات متكزرة في مجتمعات تحارب العمل الإنساني وتحارب أي عمل إسلامي. فربنا هو رب قلوب زي ما بيقول، بيطلع على القلوب. إذا عارف أن محمد ولا أحمد ولا سيمو إلى آخره مخلصين لله سبحانه وتعالى، ولا فيصل ولا
حسنية ولا كذا ولا كذا ولا آلاء، لن 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 يخذلها أبدا. وهذا ما قالته السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا وسيد البشر وسيد الخلائق وسيد الأنبياء كلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليه الوحي وأتاها خائف، خائف من شكل سيدنا جبريل إلى أخوة ارتعد، قلت له دثريني دثريني، قلت والله إن الله لن يخزيك أبدا أبدا أبدا. ليه؟ تقري الضيف، يعني الطفل عندك أنت بترحب به وبتأكله وبتشربه وتعين المحتاج وتحمل الكلب وتعاون على مصائب الدهر وتصل الرحم. إنسان بهذه الخاصية لن يخذله الله أبدا. هل معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد صعوبات في مكة، لم يجد صعوبات في الطائف، لم يجد صعوبات في المدينة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى؟ وجدها، لكن كان عنده الإيمان والإصرار صلى الله عليه وسلم والرؤية والهدف بتاع الرسالة بتاعته. فانتشر الإسلام من امرأة وطفل ورجل في مكة إلى 1700 مليون مسلم في العالم كله. ليه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا كل هؤلاء أتوا؟ لا ما لهمش، لكنه وضع البذرة الصالحة في الأرض الصالحة مع الناس الصالحين الذين حملوا هذه الرسالة في كل مكان في العالم، كما حملها أبناء العمل الإنساني في كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم. لما تمر علينا أيام نبكي، خاصة في حرب البوسنة اليوم 9 و10 و11 يوليو هيكون العيد الفضي أو السنة الفضية لمذبحة سربنيتسا. تذكروا يا شباب 9 و10 و11 يوليو ذبح في سربنيتسا في 3 أيام ما لا يقل عن 11,000 بوسناوي نساء ورجال، غير ما نغتصبنا من البنات والنساء. في الرواية بتقول 40,000 والرواية بتقول 60,000. الاغتصاب ممنهج من قبل الحكومة ومبرمج، كان بيعطي للجنود حبوب عشان يمارس الجنس أكتر من مرة مع نفس المرأة أو نفس البنت. تحبس هؤلاء البنات إلى أن يحملنا ويبقى في الشهر الخامس أو السادس ما يخرجوه. ناس نسيت، هذا لم يحدث للبوسنويين بس، البوسنويات بس، لا، بعد الحرب العالمية الثانية ذهبت ما لا يقل عن 500,000 امرأة ألمانية تطلب الانتحار من الأطباء خشية أن يدخلوا الجنود ويغتصبهن، واغتصب من بناتنا وأخواتنا ها ونسائنا في ألمانيا ما لا يقل عن 2,000,000 امرأة وفتاة من القوات اللي دخلت وانتصرت في الحرب العالمية الثانية. كنا بقى في الأيام دي بنبكي على بنات البوسنة ونبكي على النساء وعلى الرجال اللي كانوا بتدبحهم زي الأرانب وزي الفراخ وزي العجول إلى آخره، ونبكي على تخاذل العالم على هؤلاء. فكانت عندنا قضية إحنا عايشين من أجلها، زي ما احنا دلوقتي ما بنبص على سوريا وعلى اليمن وعلى ميانمار اللي هو بنسميه ايه الروهينجا واليغور، اليغور مليون في معسكرات التعذيب وكشمير وما ادراك ما كشمير الى اخره. اللي ما عندوش رساله مش هيشعر باي شيء، هيعيش صفر على الشمال، وحتى هيعيش صفر للي شمال ولا اليمين، لا وجود له. وأربأ بكم ألا تكون لكم رسالة تحملها مهمة تحقق هدفا ينقذ البشرية. شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سؤال ثاني يتحدث دائما عن هذه الدائرة، يعني أكيد في طولة السنين في هذا العمل، أكيد يعني في المحن والمنح التي يعني تعرضت فيها في هذا العمل، كانت في لحظات إحباط أو انهزام. فالسؤال هو كيف استطعت يعني حضرتك أن تهزم أو أن تفوز هذه الحالات أو المومنتس اللي كانوا متاع انحباط
أو إحباط 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 سامحني إحباط بالإيطالي إحباط بالإيطالي خاشش في الموضوع أنا يمين وشمال. كويس كويس. صلي على النبي. اللهم صل وسلم محمد. كنا لما نحبط نذهب لنخالة الفقراء والمساكين ونقعد معاهم ونسمع كلامهم ونشوف أحلامهم ورؤاهم وأمالهم اللي احنا عايزين نحققها لهم، حتى لو ما كانش معانا فلوس وأي إمكانيات كان ربنا إيه، مجرد إن أنت بتقعد معاهم تحاط بكل كنوز الآخرة والدنيا من الله سبحانه وتفتح عليك أبواب لا تعرف إمدها. كان هذا الأمر، والسؤال ده كنت أنا بأسأله كتير جدا. الشاب يقول لي إيه نفس السؤال ده، أنت يعني ما جالكش نفس السؤال. فكان ردي بقول لي كلما أشعر بالإحباط وأنا في أوروبا في المكتب أذهب لزيارة من هم قائمين علي اللي هم الفقراء والمساكين، من يدفعون رواتب العاملين في الإغاثة، من بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الهبات التي تعطى من أجلهم يقيمون قوائم صح كل هذه المؤسسات. إحنا خلينا هرم مقلوب، بقينا نستجدي بقى الفقراء والمساكين هم يستجدوا مننا. لا أبدا، ما يستجدوش ما يشحتوش مننا، دي فلوس. وأنا بقول لكم كلكم وأقرر وأقول كل موظف في الإغاثة أو في أي مؤسسة خيرية هو موظف عند الفقير، هو موظف يأخذ ماله من الفقير، فلا بد عليه أو عليها أن تستشعر حاجة الفقراء وهي تأخذ المال تتمتع به، وهي موجودة في إيطاليا وهي موجودة في فرنسا وهي موجودة في بلجيكا وفي كل مكان في العالم. فلذلك علينا أن نخفض نفقات الإنفاق علينا ونحن في بحبوحة من العيش وهم في درك العيش. يبقى صاحب المال مين يا محمد؟ صاحب المال مين؟ صاحب المال مين؟ صاحب المال هو الفقير، صاحب المؤسسة هو الفقير، مش رئيس مجلس إدارة، مش الرجل اللي هيديك 100,000 يورو و 50,000 أبداً. هو مكلف أن يعطيك مثل هذه الأموال بأمر من الله سبحانه وتعالى في أموالي بحق معلوم للسلام المحروم. لماذا؟ جمال مين؟ ما الفقير. فلذلك نحن نسير في إنفاق أموال الفقراء بالهنيه ولا نسرف في هذا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ربنا يشرح لك صدرك ويسر لك أمرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ أكثروا من زيارة المقابر، هادم اللذات. ليه؟ لأن هادم اللذات ده اللي هو ذكره من ذكر هادم اللذات. يعني دلوقتي احنا في الكورونا، لو احنا فكرنا واحنا قاعدين قابعين في بيوتنا كالفئران لا نستطيع أن نخرج منها، وهو يحصد من يحصد في الخارج، قد يأتيني أنا أستشعر الموت اللي ممكن يجي في أي لحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما كثير الذهاب لفين؟ للقبور، لأن ده أصل مصير كل واحد فينا ومآل كل واحد فينا ونهاية كل واحد فينا وبداية حياة أخرى لكل واحد فينا قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كونك بقى مع الفقراء والمساكين ده اللي بيجعل من هؤلاء يدافعون عنك وعنك أيتها الأخت أمام الله سبحانه وتعالى يوم الدين. قولوا لا في يوم ما كانت معنا يا الله، فربنا يتشفى يقبل شفاعتهم دي. ربنا يقبل شفاعتهم دي. جزاك الله خيرا مولانا، بارك الله فيك. كان في سؤال ثاني ايضا يتعلق بقضيه الرواتب لمن يعمل في العمل الخيري او موظفين الاغاثه الاسلاميه، فمرات يكون هناك يعني اصطدام مع المتبرع، او المتبرع يسال يعني لماذا تكون في قطعه لمصاريف الادمين كوست او للمشاريع او للموظفين او لمثل هذا. فمرات تكون الاسئله هاي من المتبرع، او مرات تكون هذه الاسئله من المتطوع. وانا يعني
يعني السؤال هذا مهم جدا إلي يا دكتور، لأنه في أنا عارف إنه في أكيد يعني كثير من المتطوعين اللي ما عنده يعني اللي ما سأل، لكن بيكون في مخه يعني السؤال ده، طب هم ليه بياخدوا الرواتب؟ هو الرواتب إيه لازمة الرواتب؟ أو فأنا بوجهة نظري ما فيش شخص يعني أحسن منك ممكن يفهم ما يعني تحدثت عنه يعني عدة مرات في لقاءاتنا في اليوكي على أهمية الادمين كوست، وإنه اللي بيقول لك ما فيش ادمين كوست يعني ابعد منه. فلو أنت ممكن أنت يعني تعطي هذه المعلومات للمتطوعين يكون لنا خيرا، حتى يكونوا حتى هم إن شاء الله يعرفوا كيف يجاوبوا للمتبرعين حينما يسألونهم. بارك الله فيك. شكرا، جزاكم الله خير. أولا كقاعدة كده يا شباب أو قانون، ما فيش عمل من غير مصاريف إدارية على الإطلاق. واللي يقول لك ما فيش مصاريف إدارية يقول له أنت كذاب. أنا بقول لك يا محمد قول لهم يقولوا لهم أنتوا كذابين. ما فيش جمعية، حتى أنا هقول لك حاجة، حتى لو كان في مانح أو أعطاك مال لمرتبات الموظفين، خلاص المال ده نفسه اللي من المانح اللي من التاجر ده تبرع، لابد تدخله في المال اللي تحصل عليه وفي الانفاقات. لان لو انت ما كنتش بتشتغل في جمعيه خيريه ما كانش المانح ده اداك الراتب الشهري بتاعه. دي نمره واحد. نمره اثنين، الناس اللي بيقول لك صفر مصاريف اداريه انا قلت ايه؟ كذابين. انا اقول لهم يجوا يكلموني انا، وانا مستعد أبقى. هديكم مثلا دلوقتي، انتوا كلكم شباب بسم الله ما شاء الله زي الورد، وانا شايف كده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والدك ووالدتك حبوا يعملوا عزوم في البيت، خلاص نزلوا السوق خدوا العربيه وراحوا يشتروا لحمه وفراخ وخضار ورز ومكرونه وكذا وكذا وكذا. المواد اللي اشتروها كلفت مثلا 100 يورو، خلاص يا شباب خلاص. رجعوا البيت، مين اللي بيطبخ في البيت؟ اختك ووالدتك. هتقعد كام ساعه تطبخ؟ العربيه اللي انت خدتها من بيتك علشان تروح تشتري بيها انت وزوجتك خدت منك بنزين قد ايه؟ وقتك ووقت زوجتك في التسوق قد ايه؟ تنظيف الاطباق قد ايه؟ ترتيب المكان قد ايه؟ بتفتكر ان انت بس اللي انت الوجبه كلفت 100 يورو؟ لا، الوجبة كلفت 100 يورو زائد وقتك وجهدك والمسحوق اللي انت جبته عشان تنظف بيه. ده بيحصل عندنا كل يوم كل يوم. حتى الاكل اللي في البيت اللي بتعمل لك انت في البيت بتعمل له ميزانية مادية، في ميزانية وقتية للاخت اللي بتساعد والدتها والوالدة ربنا يكرمهم كلهم جميعا. هديك سؤال، انا دلوقتي اديتك خروف حق خروف 50 يورو، خلاص قلت لك مش هديك ولا مصروف اداري، وعايز الخروف ده يتوزع لي في باكستان، خلاص. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، انا هحط الفلوس دي فين؟ في البنك. البنك بياخد عليا في اي تحويل نسبه مش عارف قد ايه يعني عشان احولها. التحويل ده بيروح للجمعيه، الجمعيه بتشتري الخروف، خروف بيتذبح. هل لما حد ال 50 يورو دول لأي جمعيه الخروف ده هيطير؟ الخروف ده هطير ال 50 يورو دول في الهواء وتطير كده في الهواء مع الملائكه لغايه ما توصل لباكستان، وبعدين تروح في باكستان تلاقي في سوق للخرفان، يقوم هي ال 50 يورو نطه في جيب التاجر، يقوم التاجر بيطلع الخروف، الخروف يقوم رايح مذبوح ومسلوخ ومتقطع ومتحرك في الاكياس وتوزع على الناس والناس تاكله. كل هيحصل ايه اللي هيعمله؟ احنا هنا مش في الجنه، احنا هنا مش في الجنه، انت في الجنه بتتمنى بيجيلك، لكن في الدنيا في مصاريف اداريه. ومفيش مؤسسه دوليه على ظهر الارض، وانا بقول لك اهو بقول لك كلكم مصاريفها الاداريه اقل من 15%. ليه؟ لان في مكاتب في المكتب الرئيسي، في مكاتب في المكتب الميداني، مفيش مؤسسه ابدا. ابو بكر كان بياخد مصاريف اداريه، بياخد مرتب. الخلفاء كانوا بياخدوا مرتبات رضي الله عنهم. انتوا مين انتوا؟ ربنا قال في مصاريف الزكاه والعاملين عليها، ربنا قال العاملين عليها جمع الزكاه والصدقات. وانت بقى تقول ايه بقى؟ لا انت اتقى واورع من الانبياء
والصحابة والخلفاء بأمارة إيه؟ بأمارة إيه يا أبو أمارة؟ ها؟ فهم أنت إيه في الدين؟ ده في بعض الناس من الفقهاء أفتوا حينما يتعثر وصول الحاجيات إلى محتاجيها أو الأشياء إلى محتاجيها، ينفق بما يستطيع أن يصل هذه المواد الغذائية إلى المحتاج. والمضرب مثلا في كل مكان، كان حصل في الموصل من سنتين ثلاثة لما كان بيعمل إسقاط جوي، كان في داعش موجودة. الطيارة طبعا دي تكلف قد إيه عشان توصل للحاجات دي، اللي نصها ممكن يهلك، تنزل أكياس الطحين والرز والحاجات دي عشان ما ترمي الطيارة في بعضها ممكن يهلك. في جنوب السودان لما كان في حرب ما بين الجنوب والشمال، كان السقف في الشتاء ما كانش فيه طريق، كان بيعمل إسقاط جوي، كان بتبقى مصاريف الإسقاط الجوي قد تصل ل 50 أو 60% من الميزانية. ليه؟ لأن في ناس هتموت، في ناس هتموت لو أنت ما وصلتلهاش الإيه؟ الأشياء دي بالإسقاط الجوي. فلذلك اللي يتكلم ويحط رجل على رجل وينفخ نفسه، قول له أنت فنكوش، ما تكلموش، ربنا بس تكون واقف على أرض صلبة وتقول ما في عمل في العالم غير مصيبة دارية، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنسو الدولة الإيه؟ العاملين عليها. قد تكون في العاملين عليها 12% رأسنا على 8، قد تكون أكثر. في أماكن خطرة جدا، في أماكن خطرة جدا الناس ما بتقدرش تروح تتوظف فيها عشان هتموت، فبتضطر انك تدي مرتبات وتعمل تأمينات للمعاملين عشان يروحوا، وإلا الناس ماتت. الناس اللي تتكلم كده وهي مش عارفة حاجة المجتمعات شكلها ايه بالتصحيح، انزل انت شرق غرب افريقيا، انزلوا جنوب الصحراء في غرب افريقيا وشوفوا الناس عايشة ازاي في الجفاف والقحط والعوز والملاريا والايدز والحاجات دي كلها، واحنا قاعدين على كراسي ومفخفخين ومخمخين ومسلطنين ونقول كذا وكذا وكذا. ايه الجاهل يفتي والعالم يعمل، العامل يعمل عشان عايز ينجز، اما الجاهل يفتي فله فتوى جزاه الله خير، مش عايزين نتكلم نصادم معاه، لكن هنعمل احنا. وفي مصاريف اداريه قد تصل المصاريف الاداريه الى 20 و25 و30% على حسب الاماكن اللي انت بتشتغل فيها. في عربيات بتشترى رباعيه الدفع، عارف ليه؟ لان في جبال وفي صخور مش هتقدر توصل مساعدات او توصل نعمل دراسة الجدوى ودراسة الحاجة إلا لما تروح بعربية زي كده. انتوا جايين منين؟ وفي أوروبا، وفي أوروبا والله يا أخواننا اللي عايشة العايشة في المغرب والجزائر وفي تونس وفي الدول العربية بيفهموا أكثر. كل المتنطعة المتفاقية جزاكم الله خير في مصاريف إدارية. والشيء اللي ميز غاس على الآخرين كان أنا عندي مصاريف إدارية من أول يوم، التنين كانوا بيخبوا، فده جزء من انتشار المؤسسة عن الآخرين. الشفافية، الشفافية، الشفافية. وفي مصاريف إدارية، واللي مش هديه مصاريف إدارية مش هنفذها. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. quindi abbiamo visto come la trasparenza sia stato il cavallo di battaglia, diciamo, di Sami Khalif e di dottor Hani, anche negli anni '80 quando altri nascondevano. Il suo caposaldo e il suo principio è stato quello di non nascondere, quello di dire questa è la situazione, se lo accettate portiamo avanti il lavoro, se non lo accettate salamu alaikum. Quindi jazakallahu khairan dottor Hani yani li wuduh al ajwaba min hadartak yani daiman yani barakallahu fik زي ما بنقول بالايطالي arrivi dritto al punto وانت فاهمها وخلاص يعني. المهم اخر سؤال ان شاء الله. في اخ بيسال كيف يمكن لك أن تعرف هدفك في حياتك والفوكس اللي أنت عايزه في حياتك؟ يعني هي أكيد يعني هذا السؤال تاني كده، قول السؤال تاني كده، كيف يمكن لك كيف تعرف إنه يكون هدفك في حياتك؟ ما هو هدفك في حياتك والفوكس في حياتك؟ يعني هي أكيد سؤال جميع الشباب يعني بمر فترات إنه هذا السؤال دائما بيكون في الذهن، فكيف ممكن يعني تجاوب لنا إن شاء الله لهذا السؤال؟ ويكون آخر سؤال إن شاء الله، وبعدين عندنا فقرة المأثورات لو أردت أن تستمر معنا فأهلا وسهلا، أو إذا لديك أكيد يعني التزامات فجزاك الله خيرا عنا خير الجزاء.
تحديد الهدف مش سهل إلا عند القلة من الشباب، لكن أنا شخصيا لما جيت بريطانيا في 1977 كان كل هدفي إن أنا أخذ الزمالة في الطب وأرجع مصر أعمل العيادة وأتجوز وأشتري عربية يكون عندي عمارة أسكن فيها وحتة أرض كده أعملها مزرعة. خلاص واضح، تغير هذا 180 درجة لما عرفت الحياة. المهم الإنسان إذا كان هدف واضح ومحدد وعايز يحققه يصر على تحقيقه. أنا أضرب لكم مثل وأنتم بتحبوه جدا، مو صلاح، كريستيانو رونالدو، ميسي، ما أعرفش ترين عندكم مين أنتم يعني من الأسماء المشهورة، كل واحد من دول أكيد كان عنده هدف هو لسه عنده 8 سنين 9 سنين 10 بيليه يحققوه، قعدوا مصرين إصرار تام على أنه يحققوه حققوه، وغيرهم. فعلشان تعرف أنت تحقق هدفك زي مثلا لما جيت هناوة، طيب خلاص أنا بقيت دكتور وخدت الدكتوراه، لكن ربنا حط في طريقي الإغاثة فسبت الطب واتجهت للإغاثة، والآخر غيرت هدفي تاني. يعني كان أصلا الطب خلصته، بعدين بقى الإغاثة وخلصتها، بعدين دخلت في العمل المجتمعي اللي هو مؤسسة المجتمع المدني وأنا فيه دلوقتي، اللي هو رفع الوعي والتدريب والتأهيل إلى آخره. فالهدف قد يتغير طول ما أنت ماشي في حياتك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان بيحلم إن العالم كله يبقى مسلم، هو ما كانش عنده ولا شيء، رؤية وهدف وحلم، لكن ساعة تحقيقه. الحلم من غير عمل يعتبر زي ما تقول فقاقيع هواء. عندك رؤية من غير وسائل تحقيقها هي تعتبر ايه؟ من الأحلام والأضغاط. فعلشان تحقق هدفك في الحياة لابد ان انت تصر على التعلم وخوض التجارب والمخاطر من اجل تحقيق هذا الهدف. فلذلك مسيرة 40 سنة اللي حصلت دي كانت كلها من أجل شيء واحد، المحافظة على تحقيق الهدف. والأصبح دلوقتي مش بس مؤسسة واحدة، احنا عندنا في بريطانيا ما يقل عن 120 جمعية خيرية إسلامية دولية. كنا زمان ما يقل من 37 كنا واحدة، ما بين 2، ما بين 3، ما بين 4، ما بين 120. شفتوا بقى، الإصرار هو الأساس. أنت عايز تبقى عالم فضاء، اتعلم بالأصل وسائل تحقيق وصولك لعلم الفضاء. أنت عايز تبقى شاعر أو كاتب أو اقتصادي أو مزارع أو معلم أو أستاذ، خش في المسيرة. ما فيش هدف كده انا احطه وانا اقول يا سلام ده هيجي، مش هيجي لك الا لما تسعى اليه. اللي عايز ينجح في الامتحان في اخر السنه ويجيب اكسلنت بيسهر الليل والنهار، اللي عايز يقرا فقط هيجيب مقبول يعني فير، اللي عايز يسقط اللي هينجح ولا كذا مش هيذاكر، ما عندوش هدف. فلذلك اعمل لنفسك هدف، لكن حاول تجد وسائل لكيفية الاستمرار في تحقيق الهدف. وما خاب من استشار، معناه ايه؟ معناه ان انت مش قادر، اسأل اللي حواليك، اسأل والدك، اسأل والدتك، اسأل اخواتك، اسأل قرايبك، اسأل اصدقائك، اسأل استاذك في الجامعة واستاذ في المدرسة عشان يساعدك. انت مش قادر تحقق هدف، هيساعدوك عشان تحقق هدف، لكن اوعى وحذاري انك تعيش من غير هدف ابدا. لا نكون كالإمعات، إذا أحسنوا الناس أحسننا وإذا أساءوا أسأنا. أبدا، إذا أحسنوا أحسننا وإن أساءوا رفضنا الإساءة بتاعتهم. استثمر وابدأ، شوف الخطوات واصبر. تحقيق الأهداف صبر، صبر في مسيرة سنوات
يعني شوف الزوجة لما تتزوج الزوج يعني يتجوزه، شوف الأم يعني رضي الله عنها في كل مكان قد إيه من الألم اللي بتعانيه في الحمل أو في الوضع من أجل أن تخرجك أنت أو أنا كجعبور متجعبر، ها أقعد بعد كده أتنطط عليها وأشتمها وأقول لها كذا وكذا وكذا. شو أديتها قد إيه قد إيه قد إيه كان بتتألم، هدفها إنها تنجب هذا النشء الجميل علشان في يوم من الأيام يكون ذخرا لها وذخرا للإسلام وذخرا للإنسانية. فما فيش هدف هيتحقق من غير استشارة، ما فيش هدف هيتحقق من غير صبر ومثابرة. شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب بنختم إن شاء الله مولانا بآخر نصيحة، يعني نصيحة تخلي بها هذا يعني الاجتماع، ونصيحة لكل الشباب اللي معنا والمتطوعين إن شاء الله. طيب النصيحة هي شيء بسيط جدا، أنا قلت إن كل لك هدف، لا تجعل أحدا يحبطك على الإطلاق على الإطلاق مهما كانت الظروف. شوية بس دكتور أترجمها بس على السريع، non lasciare che nessuno ti possa demoralizzare، in modo tale che così possa essere bello bello chiaro inshallah per tutti. تفضل دكتور. اجعل العلم أساس لحياتك، العلم والعلوم والتعلم أساس لحياتك، ده نمرة اثنين. التالتة ان انت لازم ان انت تعيش من اجل تحقيق هدف، اذا استطعت ان تحقق وحدك كان بها، ان لم تستطع فالاصل انك تشارك في من حولك. ثلاثة، لابد يكون لك مبادرات والتجارب في المجتمع لكي يلتف المجتمع من حولك لكي ينهض بك وتنهض بك. نمرة اربعة. نمرة خمسة، لابد تكون إيمانك بالله إيمان راسخ، بمعنى قل اعملوا، يبقى الأصل نعمل بعد كده ربنا ورسوله هنشوفوا إيه العمل بتاعنا. أنا مش عايز أدعي ربنا وأنا بعملش، يا ربنا شوف كذا كذا وأنت عملت إيه القضية دي وقتلوا ناس وأنت عملت إيه، ما عملتش حاجة، يبقى الأصل قل اعملوا، يبقى لابد أن نعمل وندعو ربنا وإحنا بنعمل. نمرة ستة، أننا نتأسى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل من قبله وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بنى مجتمع وبنى دولة وبنى سياسات وعمل استراتيجيات في كل مجال في المجتمع. نمرة سبعة أو ثمانية، أن احنا نستمع لمن نعتقد أنهم علماء، ليس هؤلاء الروايبضات المسيسة المسيسة التي هي أجهل من الدابة، والتي إن سمعها حمار أو بقرة أو جاموسة أو صرصار أو فأر تنخر وتناهق حزنا على ما يقوله. ولك في العلماء محبوحة كبيرة جدا، لذا أبلغ بلاء حسن ولم يهانوا بعد موتهم، لكن كرموا بتاريخ أعمالهم وإنجازاتهم، يكونوا دول لك هم المرجعية المرجعية. لا تأخذ مني أنا، لكن خذ من أبو حنيفة رضي الله عنه، خذ من محمد رضي الله عنه، خذ من الأوزاعي، خذ من الشوكاني، خذ من مالك وهكذا، تأخذش من أنا، أنا مين أنا، أنا ولا شيء، خذ من الشيخ ما عرفش أنا عندك في المغرب، خذ من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، خذ من الشيخ راتب النابلسي رضي الله عنه حياته إن شاء الله، وهكذا. دول ناس خاصة خذ من الشيخ كشك ما الناس ما يسأل عنه، وهكذا. في أما في خذ من العلم هؤلاء الناس، في الأمة في تاريخها علماء، خذ من سي عمارة، عارف سي عمارة يا عبد الحميد، يا محمد يا عبد الحميد؟ نعم نعم. شوف 79 سنة استشهد. فذلك لما ننظر مثل هذه الأشياء لابد في
انك انت كشاب يكون لك قدوة حسنة تتمثل في المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيخد لك ايمان بالله الواحد الاحد القهار، يكون لك رسالة رسالة التوحيد، ويكون لك كل هذه الثقافات اللي هنتعلم منها. زمان طلاب العلم يا شباب كانوا بيمشوا من عندكم من المغرب اللي كان اسمها الاندلس لغاية ما وصلوا لبغداد او الكوفة في العراق على رجليهم، على رجليهم من اجل ان يعرفوا وتعلموا حديث من الامام ابو حنيفة والامام احمد بن حنبل. احنا بقى بناخده على السوشيال على الواتساب وعلى الانستجرام ولا على كذا على كذا، ونقعد بقى ايه بنخرخ ونمخمخ وكذا كذا، وكل اللي بيطلعوا ريح. تعلم اللغة العربية خلاص بقى، جيت بقى في حتة القاتمة. تعلم اللغة العربية، تعرف الفرق بين اللغة العربية بقى لغة بقى لغة ايه عشان بستخدم بيها. اول شيء هي لغة القرآن التي اعجزت العرب ان يتحدثون او يأتون بآية من مثله، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ماديا هي اغنى لغات الارض، فمخرجات اللغات الاخرى الإنجليزية 600,000، الروسية مش عارف 160 ولا 170,000، الفرنسية 130,000، وطبعاً كل اللغات دي داخل فيها اللاتينية والإغريقية داخل. أما العربية يا أبناء العرب 12.2 مليون، ولكن نتفنكش بالإيطاليانو والفرنسانو والإسبانيولي ونبقى شكلنا مقرف. انا بقولش ما تعلمش اللغات الاخرى، لكن بقول لا تهمل ام اللغات، لا تهملوا ام اللغات، خاصه الاخوات والاخوه اللي بيتكلموا عربي كويس، لانها لغه القران المعجز المعجز المعجز. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بارك الله فيك جزاك الله خيرا ايضا. ونالترا فولتا انكورا ونالترا فولتا انكورا. فاخواني والله انا مبسوط وفرحان انه كانت لدينا الفرصه في شهر الكريم، وهو شهر القران وهو شهر الرحمه، انه يكون معنا يعني استاذ او عالم في مبدأ الرحمة، وهو الدكتور. أنا عالم. اسمع أنت بعيني، أنا عالم، مش أنت قلت المسيسين والبتاع دي. أنا عندي أنت، عندي أنا، أنت إن شاء الله عالم ومن العلماء ومن الذين يوصفون بأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فأنا أرى فيك هذا المثل، أرى فيك الجود العطاء، أرى فيك أستاذ يعني ضحى حياته للمساكين وللمحتاجين، فهو قادة وقدوة إن شاء الله إلنا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أسيا إن شاء الله دسكم كنتناتكم المأثورات عبيت لها برسونا. دكتور أنت حتضل معنا في المأثورات أو عندك؟ عندي حاجة تانية. خلاص معناته لا تنسنا من الدعاء دكتور. بارك الله فيك، يلا في أمان الله، السلام عليكم. عليكم السلام.